السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائي ومتابعيني ومحبي مسلسل الميراث. توقعات الحلقة 142 من مسلسل الميراث. مثل ما شاهدنا منصور يتكلم الجدة مازن لماذا ديما تبقى في المشفى، وأبوه طلق، وبعد حديث طويل بتقول له الجدة مازن يعني نطردها للمرأة. بتوقع منصور بده يبعد ديما عن المشفى من أجل أن لا تكشف كذبته مع موضي، لأن موضي وأهلها سيقدمون بزيارة لماجد، وعندها ستكشف حقيقة كذبته على ياسمين. ومثل ما شاهدنا شهد كانت عم تزور فهد بالمشفى، وشافت أمها دخلت على المشفى واستغربت ليش أمها جت. بتوقع شهد راح تتم وراء أهل هالموضوع لتكشف الحقيقة وماضي أمها. عهود تلمح إلى المحامي إبراهيم بأنها مهتمة به، وخاصة عندما أخبرها عن منحور لإدخال في أمور وظائفها. وبتوقع عهود حاب تعمل علاقة مع المحامي إبراهيم لحتى تقهر زيد. مثل ما شاهدنا مهند كان يخبر زيد أنه الدكتور بدر بيحب شخص بالمشفى، هي راح تكون أخته سارة لزيد. بتوقع راح يقول له الحقيقة مهند في الحلقة القادمة. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، ولا نذاكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل جديد.